الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، سمعنا خيرًا كثيرًا من الشيخ الفاضل أبي عبد الله محمد الشرجبي حفظه الله، ولا شك أن هذا موضوع واسع، فما نزلت الكتب إلا من أجل تزكية النفوس. أرسل الله موسى إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وأرسل الله رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يزكينا. قال الله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. التزكية تكون بالقرآن، ومن لم يزكه القرآن فلا زكاة له. وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد كان الصحابة يأتي أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أتى ابن أم مكتوم، قال الله جل وعلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى. فأتى الأعمى طالبا للزكاة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كان نبينا يخطب في الصحابة وفي المجلس من في المجلس كأمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ويقولها وهو الصادق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والد عمران حسين أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، علمني دعاء. قال: قل: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على رشدي. فعلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الدعاء، يقول الله جل وعلا عن تلكم المرأة أنها قالت: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فهي تأمر بالسوء، لكن من الله علينا وزكانا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. أيها المسلمون، إن تزكية النفوس تحتاج إلى جهاد. يقول الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالمراد بالجهاد في هذه الآية ما هو أعم؟ أن يجاهد أحدنا نفسه حتى يلقى الله،
كان بعض السلف يقول لنفسه: يا مأوى كل سوء، كل سوء إلى النفس. وقام بعضهم وأطال القيام، وأتت إليه أمه تبكي عليه وتقول له: أقتلت نفسا حتى تبكي هذا البكاء؟ قال: نفسي، نفسي قتلتني نفسي. إخواني وفقكم الله، العمل في مجاهدة النفس أعظم من الكلام، أعظم من الكلام، فهي تحتاج إلى جهاد، إلى أن يلقى العبد ربه وهو مستمر على طاعة الله، يستعين الله ولا يلتفت إلى هذه النفس التي هي في الحقيقة لوامة أمارة. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المجاهدين لأنفسهم حقا، ونعوذ بالله أن نكون من الغشاشين لأنفسنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.